السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ستارز أماني. اليوم جا قدم لكم فيديو جديد وحلقة جديدة. وصفتنا اليوم غلاس على طبقات تعجب كبار وصغار ولذيذ وسريع التحضير. وبما أنه جا فصل الصيف وكنت زايد قررت بأنني ندير لكم فيديو على غلاس، فاللي بغى المقادير وطريقة التحضير يتابع الفيديو إلى الآخر. وما تنسوش لايك سبسكرايب بارتاجو وتكومنتو. فيالله معي. ودابا ندوزو للمقادير. غنحتاج علبه ديال لاكريم فريش، غنحتاج نص سيترو ديال الحليب بارد، غنحتاج ساشي ديال نيدو، غنحتاج ساشي ديال لاكريم شونتي يكون بارد، غنحتاج شوكولا نسكويك، غنحتاج دانون او شوكولا، غنحتاج شويه ديال الكاكاو، غنحتاج فلون ايديال شوكولا، غنحتاج دانون فريز، غنحتاج ايديال فلون او فريز، ونحتاج دانون المانغ ودانون البيستاش، ونحتاج الملونات الغذائية اللي هما نكهة البيستاش ونكهة الخوخ ونكهة الفخاز. وبالنسبة للحديدة ديال الضرب هنخشيهم في الفريغو لمدة ساعة باش تطلع لنا لكريم مزيانة. وتا لكريم شانتي نخشيوها في الفريغو على الأقل لمدة ساعتين ولا ثلاثة سوايع. ودابا ندوزو لطريقة التحضير. أنا درت نيدو ولا كريم سونتي ولا كريم فريش، ودابا نزيد الحليب وهنبدا نضرب. بعد ما طلعت لي لا كريم شونتي ديالي قسمتها على اربعة الاجزاء، وان شاء الله هنبدا معكم دابا بالجزء الاول. وهذا الجزء الاول هنبدا بلي شوكولا. اول حاجه غنديرها هي فلون وشوكولا، ودابا هندير كاكاو، دابا ندير نسكويك، ودابا ندير دانون وشوكولا، دابا حنضرب. فكيف ما تشوفوا كبيت الخليط ديالي في هذا المول، ودابا نخليه يجمد في الفريغو يشد شويه في راسو، ومن بعد هنزيد الطبقه الاخرى. ودابا نحضر معكم الطبقه الثانيه اللي هي ديال الفخيز. اول حاجه نبدا بها هي الملون الغذائي الغوز نكهه الفخيز. دابا هندير دانون فريز، ودابا ندير فلون الفريز، ودابا هنبدا نضرب. ودابا هندوزو للطبقه الثالثه اللي هي هنستعمل فيها نكهه البيستاش. دابا ندير دانون بيستاش،
ودابا هنبدا نضرب. ودابا نوجد معكم القرابة اللي هنحتاجو فيها الملون الغذائي نضاق الخوخ، فبعد ما جمد لي نكهة الشوكولا دابا هنزيد نكهة الفخيز، ومن بعد هندخلها للغيفريجيراتور اللي هو الفريغو، وهكا هنكمل طبقة ديو جميع لاكلاس. بعد ما خليت لاكلاس ديالي ليلة كاملة هدينا الشجر اللي حصلت عليها تيجي لجيد بزاف، هكا تيجي على بعد طبقات ولي بيجي جوج ولا ثلاثة طبقات ديالهم، وتيجي حتى على هاد الشكل دي بول. كل نوع نديروه في طاسة ونشكلو على شكل دي بول، وزينت لاكلاص ديالي بشوية الكراميل والبيستاش. ولا عجبكم هاد الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر لايك، سبسكرايب، تبارطاجيو وتكومونتي. باي باي، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.